النجمه منى زكي اتصدرت الترند خلال الايام اللي فاتت، وده بعد مشاركتها في عرض ازياء Walk Your Worth اللي اقامته شركه لوريال العالميه ضمن فعاليات اسبوع الموضه بباريس. ودي اول مره بتشارك فيها الفنانه منى زكي في حدث بصفتها عارضه ازياء، وده طبعا ضمن الاحتفاليه بالمراه والجمال من كل الجنسيات. ومنى مثلت في العرض المراه الشرقيه، وظهرت منى زكي على منصه العرض مرتديه فستان احمر قصير مع ديل طويل.